بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا بالفيديو اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية تغيير البن الخاص بالأونلاين بانكينج بتطبيق الشبار كازا. أنا معروف لما عملت الخدمات الأونلاين بانكينج لما البنك اعطاك الامن دوكنا مع رقم البين كود، انا بالنسبه لي لسبب معين حابب اغير البن الخاص بالاونلاين بانكينج الخاصه بحسابي البنكي. طبعا انا بحكي الاونلاين البن الخاص بالاونلاين بانك، مو البن الخاص بكلمه بالبطاقه الخاصه بالحساب البنكي. طبعا في نوعين من البن، البن الخاص بالكارت الخاص بحسابك البنكي، والبن الخاص بالعمليات المصرفيه الاونلاين. انا بالنسبه لي بدي اغير البن الخاص بالاونلاين بانكي الخاص بحسابي. هلا عشان اغير البن الخاص بالاونلاين بانكينج الخاص بحسابي بشباركاسا، راح افوت على تطبيق الشباركاسا على الشكل التالي. راح يطلع عندي طبعا الصفحة الرئيسية على الشكل التالي، هاي الصفحة الرئيسية. هلا عشان اغير البن راح اكبس على كلمة بروفايل موجودة بالاسفل على اليمين. راح يطلع عندي عدد كبير من الخيارات، راح نختار خيار اسمه الاعداد او الشتيلونجن يعني الاعدادات. راح نكبس على خيار اسمه الاعدادات، هذا الخيار نكبس عليه ضغطة هيك، يطلع عندك عدد كبير من الخيارات. انا بالنسبة لي بدي مثل ما حكيت بدي اغير كلمة السر. راح نشوف بالخيار الاول، عندي بيرسونالش بين، راح نختار خيار اول فايكلمي فيفالتون يعني تحت الاداره. راح نختار خيار اول، فقط نكبس على السهم الموجود عندي هون، فيطلع عندي على الشكل التالي خيار اونلاين بانكينج بين، انه تغيير البن الخاص بالاونلاين بانكي مثل ما شايفين عندهم. راح نكبس على السهم الموجود عندي هون. هلا عم يطلب مني ادخل البن الجديد، هلا راح ادخل البن الخاص فيني، البن الجديد الخاص فيني. فدخلت البين لأول المرة، هلا عم يطلب مني انه نويا بين بيشتدقن، يعني ارجع اكد راح ادخل نفس البين، راح ارجع ادخله من جديد. هلا بعد ما دخلت البين الجديد رجعت اكدت البين من جديد، كتبته من جديد، راح اكبس على كلمة فايتر. هلا راح يحولني بشكل مباشر على تطبيق البوشتان، وعم يطلب مني اعطيه تأكيد عشان التغييرات. هلا راح فوت على تطبيق البوشتان واعطيه، انا مثل ما شايفين عندي هون عم يطلع لي هي، فوت على تطبيق المشتري عم يعطيني انه عشان اعطي الموافقه على هي العمليه. هلا راح اسحب السهم باتجاه اليمين عشان تتم العمليه، وهيك راح يتغير رقم البين كود الخاص بحساب الاونلاين بنكي. هلا راح اسحب السهم باتجاه اليمين عشان تتم العمليه، هيك عم يحكي لي انه العمليه تمت بنجاح. وهيك نكون ان شاء الله تعالى غيرنا البين كود الخاص بالاونلاين بانكينج الخاص بحسابي البنكي. هلا الفيديو ان شاء الله تعالى بيكون انتهى، واشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.